المدرب العام في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي قال ان الجهاز الفني بدا ان هو يجمع بعض المباريات الخاصه بالفريق المنافس او بكل الفرق المنافسه طبعا في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. وزي ما انتم عارفين طبعا القرعه اتعملت اول امبارح، قرعه دوري ابطال افريقيا اتعملت يوم الجمعه. جه النادي الاهلي على راس المجموعه الرابعه ومعاه انديه سيمبا التنزاني، فيتا كلوب الكونغولي، وشبيبه الثوره الجزائري. وقال كمان ان الجهاز الفني بيسعى ان هو يجمع اكبر قدر ممكن من المباريات او من الفيديوهات الخاصه بالمباريات الخاصه بالانديه اللي هيواجهها النادي الاهلي عشان يدرسوا كل كبيره وصغيره قبل ما يواجهوا فيتا كلوب الكونغولي في الجوله الاولى من دور المجموعات والمقرر ليها يوم 11 او 12 او 13 يناير اللي جاي. النادي الاهلي طبعا صعد لدور المجموعات في دوري الابطال على حساب جيما اباتشيفار الاثيوبي. كمان اليوم السابع قال ان كشف الانجولي جيرالدو لاعب النادي الاهلي الجديد انه بيشجع فريق ليفربول الانجليزي بسبب عشقه لطريقه لعب الفرعون المصري محمد صلاح، وقال ان صلاح من افضل لعيبه العالم وانه لا يقل عن ميسي وكريستيانو رونالدو. وقال كمان ان هو كان طبعا متضايق جدا انه راح النادي الاهلي ومش هيقدر ان هو يشارك مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه بسبب ان هو شارك مع فريقه اول اغسطس. وقال كمان ان هو فضل عرض النادي الاهلي على العديد من العروض اللي جت ليه في الفتره اللي فاتت بسبب عشقه وحبه للنادي الاهلي. كمان بوابه الاهرام او دوت مصر اهلت ان النادي الاهلي يتمسك باستخدام حكام اوروبيين لاداره مباراه الفريق وزاد بيراميدز، ومقرر ليها ان شاء الله 4 يناير اللي جاي في اللقاء المؤجل من الجوله الثامنه لبطوله الدوري الممتاز. وقالت مصادر في النادي الاهلي احنا بنرفض الانباء اللي ترددت بشان صعوبه استخدام حكام اجانب بمباراه بيراميدز. وقال كمان ان النادي الاهلي بيرفض تماما استخدام حكام عرب او من اسيا بحسب اتقال. وطبعا مسؤولين الجباليه عندهم حجه دلوقتي اللي هي اجازه الكريسماس، وهم يقولوا الافضل ان احنا نجيب حكام عرب بسبب اجازه الكريسماس. وكمان اكد المصدر ان اتحاد الكره حدد ميعاد المباراه من اسابيع، وكان قصاده مده طويله جدا ان هو يتفق مع اي حكام اوروبيين عشان يديروا مباراه يوم الجمعه اللي جايه. كمان موقع يلا كورة قال ان مصدر مسؤول جوه الاتحاد المصري لكرة القدم اكد ان طاقم مباراة او طاقم حكام مباراة الاهلي وبيراميدز بنسبة كبيرة هيكون من احد الدول الاوروبية. وقال كمان مصدر مسؤول في اتحاد الكرة يلا كورة بيراميدز طلب حكام اجانب لمبارياته وتم الاستقرار بشكل كبير على استخدام طاقم من اوروبا. وقال كمان ان القرار في النهاية بايد لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح سواء تم الاتفاق مع حكم اوروبي او استمرار الاستعانة بحكام من شمال أفريقيا. وقال كمان لا يوجد أي جديد بشأن الحضور الجماهيري للمباراة، هتقام وفقا للظروف الطبيعية. صاحب الأرض من حقه 3500 مشجع و500 مشجع للفريق الضيف. وطبعا الكلام ده اتغير تماما في خبر عاجل جالنا من دقايق وقلنا لكم عليه، أن المباراة القادمة اللي هتكون إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية الساعة 6 مساء ما بين النادي الأهلي وبيراميدز هتكون مباراة بدون حضور جماهيري نهائياً.